ميدان الانتاج. هنا سن الحجايج، نذكر ايضا على الفائزين الاخوه الفائزين توجه مباشره الى المنصه الرئيسيه للتتويج، كما نذكر بانطلاقه الصباح يوم الغد باذن الله تعالى في تمام الساعه 7 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، ايها المتابعين الاعزاء، نحييكم اجمل تحيه من هنا من ارضيه هذا الميدان، ميدان الوثبه لسباقات الهجن العربيه الاصيله ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان زايد التراثي الذي يتواصل مشاهدينا الكرام هنا في هذا اليوم، في هذا الصباح المميز، وايضا في هذه الامسيه المميزه، شوطنا الخامس عشر الذي يحمل ايضا التحديات لسن الحقائق الابكار. نسير مع المقدمه والبدايه والمركز الاول لاستفتحت اذاعه هذا الشوط. انتباه لسيد علي بن عبد الله بن عيف العامري على المركز الاول، بينما المركز الثاني قاليه لسيد عبد الله بن محمد بن مصبح بن حمود الاكتبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام شقره لسيد سالم بن سيف بن مصبح بن ساري الاكتبي، بينما المركز الرابع القادمه مشاهدينا الكرام سمحه لسيد راشد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي يقدم سمحه في رابع المراكز، بينما المركز الخامس وصلت فيه مشاهدينا الكرام دكتوره على المركز الخامس للسيد سعيد بن دبيثان بن خلفان الشامسي يقدم لنا مشاهدينا الكرام دكتوره، بينما الواصله بقوه ورافع رايه التهديد هناك اللي هي الشايبه لحميد بن سعيد المزروعي يقدم لنا مشاهدينا الكرام الشايبه. هكذا مشاهدينا الكرام التحدي للست المراكز الاولى، بينما المركز السابع القادمه مشاهدينا الكرام سرابه لسيد سالم بن راشد بن حبالة الاكتبي يقدم لنا سرابة، بينما الوصول على المركز السابع والتواجد مشاهدينا الكرام هناك القدوم من قبل اللي وصلت في هذه اللحظة، وصلت في ملهمة لأحمد بن عبيد بن راشد بن صندل يقدم ملهمة والحضور هناك لهذه الشعارات الكبيرة القادمة بقوة في هذا الشوط المنطلق، في هذا الشوط المميز الذي يحمل بالفعل الأسماء القوية والشعارات المميزة التي تنور أرضية هذا الميدان، ميدان عاصمة الميادين. نسير مع المقدمة، نسير مع المنتصرة حتى هذه اللحظة مع المركز الأول، مع أيضا غالية، غالية في موقع غالي بشعار غالي على المقدمة وعلى البداية. عبد الله بن مصبح، عبد الله بن محمد بن مصبح الاكتبي يقدم غالية، غالية المقام وغالية على المركز الأول. الله الله الله. المركز الثاني هناك الحضور من دكتورة القادمة لتعالج مساري هذا الشوط، دكتورة على المركز الثاني بأدواتها الطبية لسعيد بن دميثان بن خلفان الشامسي حاضر على المركز الثاني، بينما الوصول في المركز الثالث وصلت ملهمة، ملهمة الحضور بشعارها الملهم، بشعارها المميز اللامع على المركز الثالث لسيد أحمد بن عبيد بن صندل القادم هنا مع هذا الحضور في ثالث، هذا إذا في ثالث المراكز. ولكن شوف لي وصلت مياسة، مياسة العود وصلت لحمد بن سعد بن محمد بن قذله الأحبابي يقدم لنا مياسة. الله الله الله. وبالفعل من يمتلك أيضا مياس هنا يقدم هذه السلالة المميزة بالفعل على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك من وصلت، من تحركت على المركز الخامس هناك لوصلت بالفعل ايضا تتواجد على المركز الثالث اللي هي بالفعل الظبي لعيسى بن علي بن محمد الشالولي الجحافي هنا على المركز ايضا بالفعل على المركز الخامس، وهناك الوصول من وصلت في هذه اللحظه القادمه. يا سلام، مذعوره لسيد حيدر
لحميدان بن سالم بن سويدان العامري، ولكن مع غالية نعود، مع غالية مع المركز الأول، مع غالية الثمن، مع غالية الحضور، مع غالية، ولكن الله 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 الله، معذورة معذورة على المركز الأول بحضورها على المركز الأول، أو مذعورة مذعورة على المركز الأول، انطلقت إلى الصدارة إلى المركز الأول، حاضرة بهذا الأداء بهذا الرقص الجميل، تقدم العرض الملفت لجماهيرها لمحبينها هنا على أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان الغالي، مهرجان زايد التراثي، لكي تسجل بصمة وتسجل نقطة بالفعل لمالكها هنا على الصدارة للسيد، هنا على المركز الأول لسيد حميدان بن سالم بن سويدان العامري. سلام يا العامري، سلام سلامي على هذا الأداء الجميل، حميدان بن أيضا سالم بن سويدان العامري، لك التحية والسلام والناموس على فوز اللي هي بالفعل مذعورة بهذا الشوط، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت في مياس أحمد بن سعد بن قدر. المركز الثالث وصلت في مجاهدين الكرام دكتورة لسعيد بن دميذان بن خلفان الشامسي. والمركز الرابع اللي وصلت فيه مشاهدي الكرام غالية لعبد الله بن محمد بن مصبح الاكتبي. والمركز الخامس هناك اللي كانت فيه مشاهدي الكرام زعفران راشد بن علي المنصوري. هكذا كان الخمس المراكز الأولى بالفعل في تحدي هذا الشوط، والتوقيت الزمني لتسجل تحت أقدام اللي هي مذعورة 5 دقائق 55 ثانية وأيضا 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسيد حميدان بن سالم بن سويدان العامري. بينما المركز الثاني كانت في مشاهدينا الكرام بالفعل من قدمة أداء جميل مياس لسعد بن قذلة الأحبابي، أيضا 5 دقائق 58 ثانية و8 أجزاء من الثانية. المركز الثاني بينما المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام اللي هي دكتورة لسعد بن ميثام بخلفان الشامسي 6 دقائق بالوفاة تمام، أو 6 دقائق و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للفائزين.